وصل رئيس زيمبابوي روبرت موغابي يوم الجمعة إلى حفل تخرج في جامعة زيمبابوي المفتوحة بضواحي العاصمة زيمبابوي هاراري، وهو أول ظهور علني له منذ انتشار خبر الانقلاب السياسي في البلاد. وصل روبرت موغابي صباح يوم الجمعة إلى موقع حفل تخرج وترأس الحفل باعتباره رئيسا فخريا لجميع الجامعات الحكومية في زيمبابوي. وجدير بالذكر أنه لم يلقي كلمة طوال الحدث. هذا وأصدرت قوات الدفاع الزيمبابوية يوم الجمعة عبر هيئة الإذاعة الوطنية بيانا قالت فيه إنها تتفاوض مع الرئيس موغابي الآن، وسيتم الإعلان عن نتائج المفاوضات في أسرع وقت ممكن. هذا وقد أفادت وسائل الإعلام المحلية أن روبرت موغابي أجرى محادثات مع قائد قوات الدفاع والمبعوث الخاص لرئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما مساء يوم الخميس الماضي. كما أن روبرت موغابي رفض التخلي عن فكرة الترشح للرئاسيات التي ستجرى العام القادم، وذلك وفقا لبعض المصادر. وأفادت وكالة رويترز للأنباء يوم الجمعة أن رئيس الحزب الحاكم الزيمبابوي خطط لعقد اجتماع يسن مشروع قرار تنحية الرئيس موغابي. وقد عقدت الخارجية الزيمبابوية وقوات الدفاع يوم الخميس الماضي مؤتمرا صحفيا أنكرتا فيه وجود انقلاب سياسي في البلاد، وأعلنت أن الجيش لا يزال مواليا للرئيس موغابي.